بغض النظر عن تغيير المدرب اللي من المفروض نظريا يكون مؤثر بالسلب، ولكن المساعد لم يغير كثيرا في التركيبة ولا في الأداء، بقي يسير على نفس المنهاج بلاعبين تقريبا بتشكيلته واضحة المعالم. أعتقد بأنه في هذه الحالة التغيير كان إيجابي أكثر مما كان هو سلبي بغض النظر عن قدرات بن يحيى. نعم، نتكلم عن لاعبين ممتازين من الجانبين. إذا كان لديك لاعبين جيدين، نتكلم الآن عن المدربين معين الشعباني وباتريس كارتوران. ما هي الأخطاء التي وقع فيها باتريس كارتوران في هذه المباراة؟ التغييرات ربما، اختيار اللاعبين والمواقع في مثل هكذا مباراة نهائية لا يمكن الحديث عن أخطاء، لأنه كل الذي حدث في مباراة اليوم كان متوقع. يعني بالنسبة لكارتيرون لم يكن له خيارات كثيرة بسبب 3 غيابات. بالنسبة لمدرب الترجي، أعتقد بأن سلاحه الأساسي كان الجانب المعنوي والجانب الذهني أكثر مما كان الجانب الفني وكذلك التكتيكي. لعبوا مباراة قوية جدا من الناحية البدنية، رغم أن مباراة الذهاب لم يمضي عليها سوى أسبوع، وجد الفريق تحت ضغط كبير جدا، ضغط جماهيري وضغط إعلامي وضغط نتيجة لقاء الذهاب وضغوطات ذاتية كذلك. ومع ذلك، لذلك يقولوا بأن المباريات النهائية هي المباريات الكبيرة، هي مباريات اللاعبين. تأثير المدربين يكون نسبيا، يكون محدود جدا مقارنة بدور اللاعبين. تقول اليوم كارتيرون، ماذا يمكن أن يفعل اليوم كارتيرون؟ المشكلة لم تكن في الأهلي بقدر ما كانت في الترجي الذي كان أفضل في الكثير من الأمور. طيب، دعونا نأخذ ردود أفعال أخرى من محلل قنوات بين سبورتس الكابتن طارق ذياب، لاعب منتخب تونس سابقا وترجي أيضا، الذي قال إن الترجي قدم مباراة كبيرة، سجل خلالها 3 أهداف مع الحفاظ على نظافة شباكه، وهو ما قاده لإحراز اللقب القاري عن جدارة واستحقاق. المباراة هذه سجل 3 أهداف، ما قبلش أهداف، صنع فرص كثيرة، صعب مأمورية الأهلي بعد الهدف الثاني من ناحية دفاعية. الترجي كان المنظومة الدفاعية كانت ممتازة، أداء تحسن تطور، شوط ثاني رائع من اللاعبين الكل، من حارس مرمى إلى المهاجم الخنيسي. أعتقد أن اليوم واضح حتى المدرب تغييراته كانت ناجحة. برافو لسعد بقير اللي رغمه غاب تقريبا عديد المباريات وما عادش يأمنوا به الناس، لكن اليوم سجل 2. جاءت وصف وائل جمعة المحلل الفني لقنوات بين سبورتس أداء الأهلي بالسلبي، مشيرا إلى غياب الروح لدى لاعبي الفريق المصري، ومؤكدا أن الترجي استحق الفوز والتتويج. النهاردة أداء سلبي جدا، روح سلبية جدا. في بعض الأحيان الروح لما بتكون موجودة بتعوض النقص، إنما حتى الترجي النهاردة عشان مريم خس حقه استحق الفوز. نعم. ده أداء ملتزم جدا، ترجي نعم. أفضل بأنه فرض الرقابة المشددة، فرض الالتزام على لعيبة النادي الأهلي. هذا ما سمحش لأي بعد تسجيل الهدف الأول، بعد ما هو الهدف نعم. الأول ساعد نعم. ولكن استمرار الترجي في الضغط والحفاظ على الناحية الدفاعية عنده بدون أن الأهلي ما يوصل لمرمى الترجي اداله الأفضلية بشكل كبير، مع السوء طبعا اللي حصل للعيبة النادي الأهلي في التمرير. ما شفناش ولا جملة اتعملت للنادي الأهلي هجومية، ما شفناش تسديدة على المرمى، الأوراق اللي نزلت البديلة ما ساعدتش الفريق. نتحول الآن مباشرة إلى تونس، ينضم إلينا من هناك وجدي بوعزي لاعب الترجي.